دلوقتي مشاهدينا معاد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك يا شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تقدم بالتهنئة إلى رئيس الوزراء اليوناني على الفوز الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الحاكم في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يونيو الماضي. وأعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بعلاقات التعاون القوية مع اليونان، مؤكدا الحرص على مواصلة تعزيزها على جميع المستويات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص. ومن جانبه تقدم رئيس الوزراء اليوناني بالشكر للرئيس السيسي، مؤكدا قوة وتميز العلاقات بين مصر واليونان، ومعربا عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع مصر على مختلف الأصعدة. أعلن الجيش الأوكراني أن قصفا مدفعيا روسيا أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين وإصابة 13 آخرين في ليمان بمنطقة دونتسك. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقريرها المسائي أن قوات روسية قامت بمحاولات وصفها بالفاشلة للتقدم في قطاع ليمان، مشيرة إلى تعرض ما لا يقل عن 10 بلدات وقرى للقصف. احتجت الرئاسة الروسية الكرملين على عودة عدد من قادة كتيبة أزوف التي تصنفها موسكو إرهابية، وذلك من تركيا إلى أوكرانيا برفقة رئيسها فولوديمير زيلينسكي. وأكدت الرئاسة الأوكرانية أنها أعادت عددا من هؤلاء القادة بعد مفاوضات مع الجانب التركي، واستقبلهم في مطار اسطنبول زيلينسكي الذي كان يقوم بزيارة إلى تركيا، التقى خلالها نظيره رجب طيب أردوغان. واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن عودة قادة كتيبة أزوف من تركيا إلى أوكرانيا ليست سوى خرق مباشر جديد لشروط اتفاقات مبرمة. طالبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن برفع مستوى الاتصالات بين الصين والولايات المتحدة لتحسين عملية صنع القرار في المجال الاقتصادي، وحثت بكين على الانضمام إلى المبادرات العالمية لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع تغير المناخ. وقالت يالن خلال اجتماع مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني إنه على الرغم من توتر العلاقات بين البلدين، وأظهر ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين لمستوى قياسي العام الماضي، أن هناك مجالا واسعا للتعاون في التجارة والاستثمار، وأنه من المهم التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك ومعالجة الخلافات من خلال الحوار. أصيب 26 شرطيا بمدينة غرب ألمانيا في صدامات مختلفة مع مشاركين في مهرجان موسيقي وفقا ما أعلنت الشرطة المحلية. وأكدت الشرطة عبر تويتر أن 26 من عناصرها أصيبوا بجروح نتيجة رشق الحجارة، لافتة إلى أنها قامت بإيقاف نحو 100 شخص. وتم حشد قرابة 1000 شرطي منذ الجمعة بشمال فرانكفورت لتأمين المهرجان الموسيقي الذي سبق أن شهد صدامات العام الماضي. ارتفعت حصيلة انهيار مبنى بالبرازيل إلى 14 قتيلاً على الأقل بعد العثور على 3 جثث بين الأنقاض، وأوقف عناصر الإطفاء بحثهم بعد العثور على جثث امرأة وطفلين مفقودين منذ انهيار المبنى الذي لم يستوفى معايير السلامة. كما أصيب 11 شخصاً تراوحت أعمارهم بين 5 و45 عاماً وفق الحماية المدنية في ولاية برنامبوكو البرازيلية. ورياضيا، خسر منتخب مصر الأولمبي لقب بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بعد الهزيمة أمام منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله. وتقدم المنتخب الوطني بالهدف الأول في الدقيقة 10 عن طريق محمود صابر،
قبل أن يدرك منتخب المغرب التعادل في الدقيقة 37 عن طريق يانيس بقراوي لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي، ويلجأ المنتخبان للوقتين الإضافيين. وفي نهاية الشوط الأول الإضافي تمكن أسامة ترجلين من تسجيل هدف الفوز لأسود الأطلس. وكان المنتخب المصري قد ضمن التأهل لأولمبياد باريس بعد الفوز على منتخب غينيا بهدف نظيف في الدور نصف النهائي. ختام موجز التاسعة فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.